انا هاسال سؤالين، لماذا لم تكن بمصر فتنة طائفية قبل مجيء البابا شنودة؟ السؤال الثاني، احنا عندنا في مصر كل الطوائف المسيحية، وعندنا كنيسة انجيلية، وعندنا كنيسة ارثوذكسية، وكنيسة كاثوليكية، لماذا ليست هناك مشكلة فتنة طائفية الا مع البابا شنودة في الكنيسة الارثوذكسية دون الانجيلية ودون الكاثوليكية؟ القضية ليست قضية بيشوي، الذي قاله بيشوي امرين، طعن في القرآن الكريم، هذا قاله البابا شنودة في كتابه المسيحية والقرآن المطبوع في مطبعة المجد في محرم بيك في الاسكندرية. يعني افهم بوضوح دكتور عمارة، يعني هل تتهم البابا شنودة بإثارة الفتنة الطائفية؟ هل هذا ما تقول؟ نعم 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 نعم، هذا مشروع البابا شنودة منذ ان جاء، بل منذ سنة 48. بشوي قال المسلمين ضيوف عندنا ووافدين، هذا قاله البابا شنودة. يعني ما تقول دكتور عمارة هذه الجملة التي تتحدث بها دكتور عمارة في 1 يناير سنة 51. هذه اللهجة التي تتحدث بها هي على عكس اللهجة التي جاء بها بيان مجمع البقوع الإسلامية في الأزهر، جاء بلهجة تصالحية، لهجة تهدئة. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض في الحديثين، في هذين الخطابين، ما بين ما تقوله وبين بيان؟ هناك تناقض، لا ليس هناك تناقض، وانا كنت حاضر في المجمع. الأغلبية احرص على الوحدة الوطنية، وهي تحذر وتجعل المساس بالعقائد الإسلامية خط أحمر، فهو ليس يحذر. لماذا؟ لأنه التحذير والموقف الحازم هو الذي يوقف أعمال العنف التي يمكن أن تتهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية. لكن نقول سيد دكتور عمارة، لكن كما قال الضيف انه لن يحقق قبل قليل، يعني حدث البابا شنودة لا يتدخل في مسائل دولة فوق الدولة. نعم، لكن كما قيل قبل قليل بان البابا شنودة لا يتدخل في هذه المسائل الخلافية، والانبا بيشوي كان قد عبر عن نفسه وقال بانه اسيء فهمه، فلماذا يعني تأجيج الموقف؟ لا لا، مع احترامي لكلام الدكتور باباو، هذا ليس صحيحا. البابا شنودة في كتابه الا ارشدت اليه، في كلامه في مجلة الهلال في ديسمبر سنة 70، في حديثه مع سناء السعيد في مجلة الأسبوع، يلوي عنق الآيات القرآنية لتشهد للعقائد المسيحية كما صنع بيشوي. نحن أمام فكر مؤسسي وليس مجرد خطأ وقع فيه بيشوي. طيب، إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن تجاوز وتدارك هذا الموضوع وتجاوز هذه المرحلة، هذه الأزمة، واحتواء الأزمة أو أي ضرر قد ينتج عنها؟ نعم، هذا سؤال عظيم ومهم. أن تعود الكنيسة إلى رسالتها الروحية، وأن يندمج الأقباط في مؤسسات الدولة فتحل مشاكلهم مع مشاكل الأغلبية، وألا يكون هناك اختراق من الغرب واستقواء بالغرب ومحاولة لتفتيت وحدة مصر لتكون مجتمع طائفي كلبنان والعراق. إذا أنا أقول تعود الكنيسة إلى رسالتها الروحية وتترك السياسة والإدارة للمؤسسات السياسية والمؤسسات الإدارية. أما أن تتحول الكنيسة إلى دولة ليس داخل الدولة وإنما فوق الدولة، ويعلن البابا شنودة أنه لن ينفذ أحكام القضاء، لن ينفذ القانون. نعم، لو صدر هذا عن شيخ الأزهر أو عن قاضي مسلم كانت الدنيا تقوم ولا تقعد. إذا الدولة الرخوة المتهاونة جعلت هذه الكنيسة مؤسسة دولة سياسة فوق الدولة، مع انه يعني صدر تصريحات، يعني اذا لم تعد الكنيسة الى دورها سابقا سليم العوا وتم تداركها. شكرا لك من القاهرة المفكر الاسلامي الدكتور محمد عمارة. العوا لم يعتذر عن كلمة واحدة وهذا ليس صحيحا. العوا بالامس في الصحف
قال لم أتنازل ولم أعتذر عن كلمة واحدة. العو اتكلم عن الكنيسة كمؤسسة مهيمنة فوق الدولة وداخل الدولة. أما موضوع السلاح ده كان كلام في السؤال من أحمد منصور، يقال إن الكنائس فيها أسلحة، وكان كلام عن سفينة جاية من إسرائيل فيها مفرقعات وحقق فيها النائب العام. العو لم يتجاوز حدوده ولم يعتذر عن كلمة واحدة قالها. شكرا لك دكتور محمد عمار، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. شكرا لك من القاهرة.